ثلاث. واحط كونديشن بقى الاحمر ده، ما هو الكونديشن؟ الماضي بتاع الحاجه اللي اسمها جوه القوس دي اللي اسمها اكس، اللي لازم يكون اقل من كام؟ نسيان هذا الشرط يجعل السطر ده لا معنى له. فهمناها دي ولا لسه؟ تعالى نكتب بقى يا سيدي. حاضر اهو. انا عايز طالب بقى في الثانوي العام هو كان بياخدها الان بتاعته عدد صحيح، فهو فاهم ان العدد الصحيح يعني ضرب متكرر. اما اقول له 1 زائد اكس اس 3 يضرب 1 زائد اكس بنفس النفس. طب لو كانت 2.5 يا حلو هتضرب 2.5 مره؟ يبقى اذا لا ينطبق عليه فكره الضرب المتكرر، ينطبق عليه هذا. فهناخد اكزامبل. I would like to expand. Expand. Up to execute. اتعلم اللغة دي في اللي هي كتابة الامتحانات. يعني امشي لحد ما تشوف اكس باور 3 وتوقف. ماشي؟ لما يقول up to execute يعني أنا مش عايز المفكوك على علاته لغاية يوم القيامة، أنا عايز أول أربع حدود. أربعة ليه؟ عشان أول حد ما فيهوش مين؟ مفيش اكس. اللي فيه اللي بعده اكس، اللي بعده تربيع، واللي بعده عددهم كام دول؟ أربعة. خلاص. طيب دل ان قال لي 1 زائد اكس بس 5 على 2. اقول له احل دي ازاي في الامتحان؟ اقول له ريكول، اي استدعي القاعده. اكتب القاعده الاول سوليوشن. اقول له ريكول، ريكول يعني استدعي. استدعي انك انت قايل لنا 1 زائد اكس اس ان هي الآتي، هي 1 زائد ان في اكس، مش كده ولا لا؟ زائد ان في كام؟ في ان ناقص 1 على مضروب وهنا اكس ايه؟ اتوقف؟ لا لا ما ظهرتش الاكس كيوب، زائد ان في ايه؟ في ان ناقص 1 ها؟ في ان ناقص 2 على كام مضروب؟ 3. اكس باور كام؟ ونقاط واحط بقى ايه؟ مودلس الاكس اقل من 1. اهو ده الاستدعاء، زي ما بنستدعي العسكري في الجيش. استدعينا الراجل، بعد كده نلبسه المخله ونديله البندقيه بتاعته والسلاح ونقول له اعمل وسوي وبتاع. لابد ان استدعي القاعده. استدعيت القاعده، انا اشوف بقى السؤال عايز ايه؟ عايز يا خال شيل كل ان وحطها بكام؟ 5 على 2. وكل اكس هتتغير ولا هي اسمها اكس فعلا؟ اسمها اكس فعلا، مش غير حاجه. غير بس الان في الاكسبانشن ده اهو. اينما ظهرت الان حطها ب 5 على 2. طب بلوني بقى الاجابه يا فندم. اول حد كام؟ اللي بعد 5 على 2 في مين؟ اكس. اللي بعد اروح حاطط فاكتوريال 2 وصح. اول حاجه عندي اكتب كام؟ 5 على 2. واللي وراها؟ 5 على 2 ناقص 5 على 2 يعني كام؟ 2.5. انا طلعت منها ايه؟ واحد. 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 انا عايز اعلمها لك قاعده سهله جدا وانت بتكتب مغمض. انت بادئ بكام؟ 5 على ايه؟ على 2. نقص من الخمسه دي البقاء. 3. خلاص 3 على 2 مش كده ولا لا؟ من 5 على 2 بقت كام يا حضرات؟ 3 على 2. فاكرين؟ اللي بعديها اروح منقص منها 2 برضه. نص. يبقى يدينا ناقص نص. لان الثلاثة على 2 ده كام؟ 1.5. لما نقص منه 2 يبقى هيديني 1.5 في السالب. وهنا اكس سكوير. بلوني بقى الحد الاخير هيبقى 5 على 2 صح؟ بكام؟ ب 3 على 2 في ماينص 1 على 2. بنطرح برضه من ده. خلاص ولا لا؟ طرحنا 2. هو كده مظبوط؟ لا نص بس يا دكتور. خمسة على احنا هنوصل هنا. خمسة على 2 هنا. خمسة على 2.5 ناقص 2 ايه بقى؟ القاعدة سليمة 100%. اطرح 2، اطرح 2. احنا لما ابتدينا هنا طرحنا 2 من البسط. راح اداني كام؟ سيبك من على 2، اطرح 2 من البسط. اداني كام؟ اطرح منه 2 1. اما من قبل اطرح. خلاص كل ده مرسوم على كام؟ 3 فاكتوريال اكس باور كام؟ حط الثلاث نقاط وحط الشرط مودلس اكس اقل من 1 عشان تاخد فول مارك في الامتحان. سمبليفاي، يلا نسمبليفاي. هنا بقى جت الكارثه العظمى، ان الطالب المصري والمهندس المصري يعمل اصعب حاجه ديزاين ويغلط في ايه؟
الجمع والطرد والضرب والقسم. نجيب خفيف. ما كناش بنصدق الكلام ده لما كان الاستاذ يقول لنا ده في كل الهندسه. انا قلت لكم قبل كده بيتهيألنا انه بيهرب. يقول لك انت بعد ما تخرج يا ابني هتبص لهم جايبين خبير اجنبي عشان يعمل الجمع والطرح والضرب والقسم، وانت اللي عامل الديزاين المعاق. احنا 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 شعب يحب كده، يعافر في الثقيل وفي السهل يخيب. فاهم؟ بدليل انت لو حسبت دي اون يور اون انا متاكد ان الصبح هيطلع غلط. على فكره الاستاذ كان بيتحدانا في كليه الهندسه كده، يقول لك يلا احسبوه ملون نص المدرج يقول غلط. نص المدرج كنا 1500 طالب في المدرج، على الاقل 700 800 من الطلبه بيقولوا ان الاجابه غلط. يلا احسب اول حد هيبقى كام؟ واحد. اللي بعد مفيش صعوبه، 5 على 2 اكس. طب اللي بعد بقى اصحى اعلمك التحسيبه ازاي. ادي 2 صح؟ اتعلم مني دلوقتي وافهمني. وهنا كام؟ 2 في 2 بكام؟ 4. في الاثنين اللي تحت بقت كام؟ 8. تروح تملى ال 8. فوق بقى 5 في 3 15. نو ميستيك. يبقى دايما ده بالسرعه اللي من تحت وده كمان تحت، كانها 2 في 2 في 2 دول في 8. البصل 5 في 3. تعالى اللي بعد. مين شطور يقول تحت هيبقى في كام؟ 2 في 2 2 في 2 في 2 في 6 18 دول 8 8 في 6 48 6 ولا 3 3 في 3 في 2 في 1 يعني 6 3 في 2 في 1 يعني 6 خلاص خلاص اثنين في اثنين في اثنين بكام؟ في ستة تحت. كلام مضروب ثلاثة. ستة في ثمانية بكام؟ فوق بقى ثلاثة بكام؟ وخلصنا. وثلاث نقاط. وفي الآخر سيمي كولن كده. ونحط إن المودلس بتاع الإكس أقل من كام؟ من واحد. لو انت يعني فلحوس وعايز تسمبليفاي دي مال اسمع على 3 بسطر ومقام تطلع كام؟ 5 على 16 ماشي سبتها كده فول مارك. هو قال لك امشي لغايه اكس كيوب مش انا لغايه اكس كيوب. جيفينج يور انسر ان اتس سمبلست فور ادينا ابسط صوره ممكنه. احنا بسطنا اهو. حد عنده صعوبات؟ في صعوبات؟ جميل. هنلون تاني لك مثال اخر شوف انت تعرف ولا لا. كل شويه الاقي كورس السنه السنه كده بيعمل. عايزين واحد ماينس اكس نص نص. هحل دي ازاي؟ وانا عايز اب تو اكس اس 3. يلا يا سيدي ادي الاكزامبل. اعمل ايه اول خطوه؟ قول اركول المحفوظ اكبر شيء الصرف. حط على الحسبة على المسطرة على دماغك كله مسموح كله مسموح. غش واللي جنبك بس المهم ان هو يبقى كاتبه صح. سوري كول ده 1 زائد اكس اس نون بواحد زائد نون في اكس زائد نون في نون ناقص واحد او ان في ان ناقص واحد. نقول عربي ونجيبها عشان ما نشيلها. في اكس سكوير هو عايز يمشي لغايه اكس كيوب يبقى في ان في ان ماينس 1 في ان ماينس 2 اوفر فاكتوريال 3 في اكس باور 3 بلس 3 دوتس سيمي كولن المودلس اكس ليس ذان 1. المفروض من كتر ما عدناها النهارده حفظها. انت هتصدق تبدل مين بمين؟ الان بكام؟ ومكان الاكس تحط كام؟ ماينس. سو ريبليس ان باي هاف ان الاكس باي ماينس اكس حطها في براك. خلاص كل الحكايات احنا هنعمل ده عمرك ما تغلط. يلا سكن يا سيدي. وات از انسر؟ الانسر تبقى اول حد كام؟ واحد. اللي بعده الان قال لك بكام؟ مكان الاكس هتحط ايه؟ ماينس. اللي بعده عندي فاكتوريال 2 فوق اه تحت والاكس اهي بماينس اكس
كل ترمي قبل هنا ايه؟ نص تجاه نص ناقص نص ناقص واحد اطرح اتنين من الباص. انا علمتك اللي قبل كده عشان لما بتحسب مش محتاج كالكوليت. الطالب هنا يقول لك طلع كالكوليتر من جيبك يا واد واحد. يا سيدي مش محتاج، انت هنا واحد اطرح منه اتنين، المقام سيظل هو. اما اطرح هو اتنين من الواحد استنى كام؟ ماينس واحد. سوس ماينس واحد على اتنين. قول لنا الحد اللي بعده. ادي الماينس اكس اهي باور ثلاثة. وهنا ثلاثة فاكتوريال. أول حد كام؟ نص. اطرح اتنين من اللي فوق. ناقص نص. اطرح كمان اتنين من اللي فوق. ناقص واحد لما اطرح منه اتنين يبقى بقى ناقص كام؟ ثلاثة. ماينس ثلاثة. أما المقام اتنين 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 وأنا ماشي. لو كان الأس ده أس تلت كان المقام ثلاثة 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 ثلاثة. واطرح ثلاثة من كل رقم فوق. لو كان أس ربع أربعة 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 وأنا ماشي بالمقام وفوق اطرح أربعة اطرح أربعة اطرح أربعة. عمرك ما في سيستم جوه راسك. يو أبلاين ذا سيستم. سمبليفاي. حط طبعا الثلاث نقاط وجنبها السيمي كولون والمودلس بتاعي مين؟ أحط هنا مين؟ إتس ماينس إكس. يقول لك أحل محله في جميع محاليل. مش كده كنا محافظينها في الثانوي؟ يقول لك أحل محله في كل المحاليل. حاجات هبلة كده. أينما ظهرت الإكس مش بس هنا ظهر هنا كمان أشيلها وأحط ماينس. تعالوا نبسط دي. يساوي الواحد هيستنى كام؟ واحد. اللي بعد ناقص نص اكس. اللي بعد موجب واحد ناقص ده لما اربعه بقى كام؟ بص المقام اثنين في اثنين في اثنين وكام دول؟ طب الباسط سالب واحد. سأتوقف هنا دقيقة واقول لك اللي محفظينه لك زمان ان الاشاره الوسطى اذا كانت سالبه الحدود تتردد. موجب سالب موجب سالب ما طلعش الكلام طلع سالب 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 سالب. اذا لا نحفظ طريقه التحفيظ بعد الثانوي العام. يا ولد لو كانت الاشاره اللي في النص بالسالب امشي زائد سالب زائد سالب زائد مش صح تطلع زي ما تطلع. انا بعوض بالفورمولا ايه هي تانج السالب يقول جيب مي ذا انسر كوركتلي. سو قالت الوسطاني ده خلصناه. يلا نروح للي بعده. ماشي يا دكتور كمان المقام احسب المقام الاول. يا منى الناقص ده هيدي ماينس ولا مش هيدي؟ في ماينس في ماينس. ايه الحلاوه دي؟ ده طلع ناقص تاني. ايه الجمال ده؟ لم تتردد الاشاره. هات لي بقى الايه البسط وهات المقام. البسط واحد في واحد في واحد بايه؟ ثلاثة. مقام اثنين في اثنين بنتي اقعدي ساكتة وخليها احسب. انا ما احسبهاش انا مش بالذكاء ده. اثنين 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 في ست. ايوه طيب يا ست حاضر ما تخلي معاك. طب معلش يا دكتور في ال في ال في, ال في الكسر اللي بس اصبر لما اخلص وبعدين وبعدين اكسكيوت وثلاث نقاط ونروح للاخرانية دي. هو العصايتين دول بيعملوا ايه؟ لو اللي فوق ناقص بتقلبوا ليه؟ يبقى زي اللي ماينس زي البلس. يبقى هنا اكتب بس مودلس اكس مش مودلس ماينس اكس. زي ماينس. خلاص في السيمي كولا دي. طيب اللي كان عنده سؤال بقى نعم. معلش حضرتك في الكسر اللي هو الثاني اللي هي بعد نص اكس. ايوه. مش 2 في 2 ب 4؟ واحدة واحدة يا سيدي. مع حضرتك. 4 في 2 تحت الكام؟ مش انا قلت لحضرتك تاخد ده في ده في اللي تحت. كل مقام. في مضروب اللي تحت. مضروب في 2 في 1. مضروب ال 2 ب 4. يا مضروب الدين يعني ابدا من 2 حتى ما توصل 1. تمام شكرا حضرتك. 2 في 1. ده انت لو فتحت الآلة انا هشتري منك. بدل ما اخد منك حاجة هتديني ضعفها. في صعوبة ده؟ لو عايز تسمبليفاي ده وحالف بالطلاق ماشي. كان سمبليفاي ده يطلع 1 على 16. لكن if you leave it like that, I will give you the full credit of the problem. مش سالب اكس سالب ايه؟ سالب اكس. شوف بقى احنا هقول لك المعلومه دي كويس انك سالت. بص يا سيدي يلا بس ده يزود عليك اعباء. انت اساله عن اشياء ها الدوب ده لكم ايه؟ شوف بقى رجعت نفسك شويه بروبرتيز للمودرس. المودرس
هنكتب له شويه بروبرتيز بقى مسؤول انت عنه ما دام انا هقول بروبرتيز اوف مودلز. لو بقول المودلز بتاع ايه مضروبه في بي ما هو مودلز الايه المودلز ماشي كويس على حسب الضرب. لو بقول مودلز ايه على بي يبقى برضه هو مودلز الايه فوق على مودلز هتاني خاصيه تاني المودلز. طيب نطبقها على المودلز بتاع سالب اكس. This is the modulus of سالب واحد of x صح؟ حسب القاعدة هيبقى المودلس بتاع سالب واحد في المودلس بتاع مين؟ الاكس. ما مودلس سالب واحد؟ يبقى الجواب هو مودلس اكس. عارف؟ دي الجواب مستني يبقى اجي سالب جوه ارمي بالزيرو. خلاص خلصنا احنا لحد كده. انت شايف طبعا هناك ان في بيزار طلع ماينس 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 وي دونت نو احنا ما كناش نقدر نتنبأ بده من الاول هيطلع ايه. مش كلها الترنيتنج زائد ناقص زائد ناقص الكلام ده. الكسر الاس السالب او الفراكشن ليس بشرط. ناخد واحد اثنين يرفعهم في معدل الاحصاء حالات خاصه سبيشال كيسز. دول حاجتين تبقى احفظهم على طرف لسانك. ما قولك في واحد ناقص اكس اس سالب واحد؟ اي كليم ان ده واحد زائد اكس زائد اكس تربيع زائد اكس تربيع ولا اتوقع جنب المودلس اكس اقل من واحد. اي ان جميع الحدود موجبه والمعاملات كلها واحده. دي الحاله الخاصه اللي تقابلنا كتير هنا في معهد الاحصاء. مش هقعد اطبق عليها القانون. انا هطبق القانون عليها دلوقتي قدام حضرتك ولكن احفظه تحفظ. على فكره من يدعي ان الماثماتكس ما فيهاش حفظ جاهل. الماثماتكس فهم ثم حفظ. يعني ابن انا كان يقول لي في الكليه وهو طالب في كليه الهندسه يقول لك انا سمارت. هو فعلا ما شاء الله سمارت. يقول لك والله لو حطيت دماغي فيها هجيبها. طب ما تحط دماغك. بس عمره ما حط دماغك. هو بيقول لك ايه انا يا ريت الامتحان هقراه. لا ما ينفعش. ليه الامتحان هتقرا ايه ولا ايه ولا ايه؟ انت فاهم اه على مدار السنه. استاذ محافظ. لو ما انتش حافظ مش هتطلع القانون من جيبك تطبقه. يعني البتاع دي السطر اللي هو يقول لك ريكول ده سبوز انك مش حافظ. قابلني في المشي. مش هتعرف تحل السؤال. وعلى فكره الحكايه اللي حصلت معانا فيها بريك. كان معانا ولد امريكاني نفس الديبارتمنت اللي انا كنت بعمل فيها البيتشنج. واد امريكاني كان واد متعجرف جدا يعني واخد قلم بنفسه قوي. وعندنا هناك بيمتحنوك حاجه اسمها امتحان البي اتش دي كواليفاينج اكزام. بي اتش دي كواليفاينج اكزام انت تصلح تعمل دكتوراه ولا لا. بعد ما تقعد لك سنتين كده تاخد مقررات 40 مقرر ولا حاجه. جبت هناك امتحان شامل في ال 40 مقرر. ورق فيها اسئله من جميع ال 40 مقرر. وبعدين يمتحنونا شافوا. الواد راح الامتحان شافوا كان في فورمولا بناخدها احنا كده للفاكتوريال ام ده. فاكتوريال ام ده مشكلته انك انت طبعا لو انا قلت لك مضروب 100 بكام؟ هتقعد تقول لي هضرب 100 ب 99 ب 98 لغايه ما اوصل كام؟ 3 في 2 ولا اعتى كمبيوتر في العالم يعرف يطلعه ولا السوبر كمبيوتر بتاع امريكا. هتجيب ميموري سيت منين؟ عشان تضرب ده بده 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 ده بتاع العدد برطوشه كده بلغه اصوات. انت يا دوبك بالكتير الكمبيوترز العبيطه اللي هي الكالكوليترز 8 ديجيتس. مش كده الكالكوليتر اللي معاك بيطلع كام ديجيت على الشاشه؟ 8. بعد شويه الكمبيوتر تطور بقى 16 بيتس. بعد شويه بقى 32 بيتس. بعد شويه بقى 64 بيتس. بعد شويه بقى 128. هو ده المتاح في الشرق الاوسط. اقصى 128. السوبر كمبيوتر ممكن يوصل لحاجات تانية بقى 2.5 1024 بتاع انما ما يطلعش سوبر. فكان يدينا فورمولا للفاكتوريال ان دي اسمها ستيرلينج فورمولا. ستيرلينج خد بالك اهو دور عليها حتى على ايه؟ ستيرلينج على الكمبيوتر فورمولا بتاع كده بتقول لك انك انت يو كان ابروكسيميت فاكتوريال ان ده بالهاد شويه حاجات كده سهل تضربها طلع الجواب. بدل ما تقعد تضرب دول في بعض هو
هو شوية حاجات دي تضرب. دخل الولد الأمريكي ده وبعدين وهي بتاع كده كركوع قانون ده مكلكع عادي كده. وبعدين الدكتور اللي بيمتحنه شافه قال له سمع له ستيرلينج فورد. الولد هو تينك أمريكي تينك يعني راح تعنف على الدكتور وقال له why should I keep it in my mind؟ أنا اللي أحفظه. I need it. I can find it on a computer. I can open my computer and find it. I can open my book and find it. أقدر أفتح الكتاب بتاعي ولا إيه؟ أقدر أخش على الكمبيوتر وأطلع. عارفين الدكتور قال له إيه؟ قال you will never need it like now. Because you are gonna flunk. Flunk يعني هتسقط. قال عمرك ما هتحتاجها زي دلوقتي. هذه هي اللحظة الحاسمة. أنا ما يهمنيش إنك تعرفها بعدين من الكمبيوتر يا حبيبي ولا من جيبك ولا من أي حد، لأنك ما قلتهاش دلوقتي هتاخد زيرو، وزيرو معناها إنك هتتفصل من الجامعة. ده معناك لو جبت سي في مادة البي اتش دي، طبعًا مش كل الجامعات إنما الجامعات المحترمة في أمريكا. إذا تجيب سي في مقرر واحد، خذ عصاك واحد. ما ينفعش مفتوح في الجامعة، أنت لا تصلح تعمل بي اتش دي. فالواد قال له خلاص، ورفض وفعلا سقط. الصوت هناك معناه ايه؟ معناه مروح. ليه؟ لانك لو رحت تقدم في جامعه ثانيه المحترمين امريكا في 4000 جامعه منهم 2000 على الاقل محترم. لو رحت لاي جامعه من المحترمين دول هيقول لك كنت فين قبل كده؟ كنت في جامعه كذا. طب سبتها ليه يا حبيب قلبي؟ ما ينفعش تكتب. في مصر طبعا هتكتب. لا 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 بعنف وبغلاسة ونحفظها ليه؟ يقول لك ده من الولد بتاعتك بالزبالة. الابلكيشن اللي انت مقدمها دي ارميه وهكذا كل جامعة أخرى. تضطر تروح جامعة من سكول بقى من المسافر. هي هي بالمهلبية وبالقشطة بتاعت الدكتور. في جامعات هناك كده في أمريكا زي بتاعت عكاشة دي. عكاشة كان واحد من تراب ناس. مش من أي جامعة. عكاشة لما طلع على التلفزيون سمى نفسه ما البلد دي انت تسمي نفسك اي حاجه مش انت بتقول للسباك يا باشمهندس السواق ومش بتقول لاي واحد يا مرياسه يا رياسه طيب فهو عكاشه سمى نفسه دكتور عكاشه وخرج من معهد التعاون في مشتور معهد الزراعي مشتور ومعهد التعاون الزراعي في مشتور انا معاك دكتور منين جبنا لما قال مره انا من جامعه كذا قال اسم كده قال لف دخلنا على الامريكا سهل قوي انك تخش على النت وتقول له اكتب لي ال 4200 جامعه اللي عندك تكتبهم عملنا سيرش ما لقيناش الجامعه دي اصلا الحكومه عرفت القصه دي عاملين ايه على العكاشة دلوقتي رافعين عليه قضيه بسبب دي. انك مزور للدكتوراه طبعا هو مش ناقص يعني هم لازم ده شلل رباعي لكن يعني دي واحده من الحاجات اللي متاخد عليها ان هم يحطوها لك في الدرج طلعوها امتى؟ لو غلط اغلط يروح مطلعين البتاع شادين الدرج ومطلعين الكاتب طول ما انت مؤدب وبتسمع الكلام زي الطلبه اللي يتبدوا مؤدبين وبيسمعوا الكلام من حد بحاسب هو الطلبه انا ما بدوكش معاهم عشان انتوا ناس كبار لما طلبت الحاسبات فيهم عيال ولاد ادب جدا وقت جاي متهيألي ان هو يعني انا دخلت الحاسبات بقى ده انا جايب 107% يا باشا تقول له 5 في 6 بكام؟ يقول لك 18 والله ما بهزر انا سالتهم سؤال هناك في حاجه كوادراتيك كده اكس تربيع 5 اكس زائد 6 قلت له كام؟ قلت له فاكتورايز كام بتطلع لي الروتس؟ طلع الاول على طول وعملنا الروتس فعادي يعني انما برضه بقول له هناك الفصل مش مهذب يبقى الامتحان هيكسر دماغ فصل مهذب كل الناس تنجح وتجيب فانتوا ما شاء الله عليكم
قال من علمك الحكمة قال ايه؟ جيت قرعة كليلة وديمنا. أنا شعب غير مثقف. أنا قريت غير مثقف. أنا كليل. والله قريت. قريت ايه بجد؟ عم تتحدث كليلة وديمنا. قالك المود يا طارق الصالح. بتعمل ايه كليلة وديمنا؟ مين كليل؟ ده هو يعني كتاب حوار يعني نوم ومين دمنا؟ والله العظيم ما لقيت عيب تدعي القراءة عيب. طيب كليلة ودمنا الأول يعني فيها مقولة شهيرة جدا مشهورة أوي، قال من علمك الحكمة؟ قال رأس الذئب الطار. رأس الذئب يوم كان الملك كان بيدخل عنده الإيه؟ الشعراء كل واحد يخش إيه؟ يكتب شوية حاجات كده بعضهم كبير. ريت عاصم. قالها على باب القصر. القصر. لغاية لما يجي واحد لما دخل عند الملك ما كذبش ابد. يسأله أي حاجة وعيب فيه يقول آه عيب أنت وشك مش حلو يا جلال. أنت شكلك زباب. مش عارف يقول له أنا شكلي حلو يا ولا يقول له هنا طبعا احنا القرع بقى والنفاق. أنت سيدنا يوسف. إنما التاني قال له أيوة شكلك بقى فالملك استغرب يعني قال له قال من علمك سأل من علمك الحكمة قال له رأس الذئب الطار اللي هي الرؤوس اللي متعلقة على باب البيت على باب القصر فمن علمك الحكمة والله بكل التحسبات اللي أنا بقول لهم اللي هيجيبها هيشوش امتحان صعب مفيش تشويش امتحان هايل كل الناس تجيب تقول مصر خلاص اتفقنا؟ هنقول مصر مين؟ باي نرجع بقى ايه ندي كمان مثال قلنا الحاله الخاصه اللي هي واحد ناقص اكس ازاي احفظ الاشاره النص كام يا حضرات والاس كام بالتحديد وسالب في سالب ايه بكل الحدود موجبه وكلها معاملتها واحده انت تكتب وانت مغمض واحد زائد اكس زائد اكس سكوير زائد وهكذا والمضرب بتاع الاكس اقل من واحد ليش شرط عشان الاس ايه؟ طيب واحد زائد اكس اس سالب واحد ما سالب في موت هنا شبه دي بس تتأرجع الاشاره فتبدا بايه؟ واحد ماينس اكس بلس اكس سكوير وهكذا ثلاث نقاط وبرضه مودلس الاكس اقل من واحد خلاص؟ طب احنا عايزين نشوف دي فعلا كده تطلع كده ولا لا؟ تعالى تراي يطمئن قلبك واحد ناقص اكس اس سالب واحد. عايزين نكتب ده؟ قلنا هن ايه؟ هنغش ريكول. يلا يا شباب ريكول. ريكول مين؟ قالولي الفورمولا اللي قلنا عن برشمها. الواحد زائد اكس اس ان هي واحد زائد ان في اكس ها؟ ان ماينس 1 على 2 فكتوريال في اكس سكوير زائد لازم مودلس اكس اقل من ايه؟ مين هيحل محل مين؟ الان بكام هنا؟ والاكس هيحل محلها كام؟ يلا اديني الجواب. يبقى اول حاجه كام؟ زائد. هشيل الان واكتب ايه؟ نيجاتيف 1 واشيل الاكس واكتب ايه؟ ماينس اكس. مظبوط؟ الحد اللي بعده. مكان الان؟ سالب 1. خد منها واحد تاني يديك كام؟ يديك سالب 2. نفس القاعدة تنطبق، فاكرين لما كانت نص؟ قلنا اطرح اثنين اطرح اثنين اطرح اثنين، طب هنا دي حاجة على واحد، دي كأنها على واحد، فاطرح واحد. والمقام هيستمر الواحد برضه، فاطرح واحد، بقى سالب اثنين. فده على مضروب اثنين في اكس تربيع. ملينا حد كمان عشان خاطر. هنا يبقى ايه؟ سالب واحد، نعم. اللي بعده. سالب اثنين، اللي بعده. سالب ثلاثة، على مضروب ثلاثة اكس برضه. والمودلس بتاع الاكس اقل من مظبوط؟ سيمبليفاي سالب وسالب يبقى واحد زائد اكس ادي اول اعراض التساوي اللي هي انا عارف انها واحد زائد اكس مظبوط؟ ثواني مخلص اللي بعد سالب وسالب وفوق كام؟ وتحت كام؟ راح وده سين اللي بعد س
سالب دي سالب اكس اه دي سالب ثانك يو ودي برضه خلاص او خليها كده لو شئت عشان ننزل سالب في سالب في سالب في سالب اربع مرات يدي ثلاثة في اثنين في واحد اليست هي مضروب ثلاثة ثلاثة في اثنين واحد هي مضروب ثلاثة يبقى الجواب ده اكس كيوب مع لينا وطلعت الاجابة مظبوط في الاخر مضروب زي اكس اقل طيب انا عندي اكسرسايز حقير شوية حاجتين انا عايز اقول لك سباب يا اسئله الامتحان ار 2 اكس 2 الاكسبانشن انا عايز واحد على الجذر التربيعي لواحد ناقص اكس طب انا هحولها يلا برافو عليك السوليوشن انا كاتبها ايه يا حضراتكم واحد ماينس اكس بس سالب نصف مظبوط لان اللي تحت ده الجذر التربيعي نص نص لما طلعه فوق يبقى اس كام ينطبق عليه الفورمولا ولا لا قولوا لي انت غششون ريبليس مين الان ومكان الاكس حط كام بس خلاص مكان اكس خلاص ما تحطش بقى ولا انت حلها في البيت بكتب حاجه اسمها ال تي ار ايه ال تي ار Lift to the reader. يعني ايه? اتركوا للقارئ. من القارئ? لما تروح بيتكم من القارئ? ساعات. ساعات تعمل التفاصيل دي. شغلك الحاسبات دايما في كل محاضرة بعمل حتة من الحل واكتب الباقي اللي تقرأ. ففي ولاد ما بتحضرش. جاي من السن العام وما كانش معاهم بنات. جيب من الأريان شافوا البنات هنا حصل لهم لوسة ده صحيح أنا دايما أقول لكم قصة يعني دلوقتي أنا بسألهم في أول قصة حصل لهم لوسة فقعد بقى طول الوقت على الكافتيريا وعمال يعلق في البنات والبتاع وما حضرش معاهم هم أنا جيب المسألة اللي أنا حاللها على البورد في الفصل بجيبها في الامتحان ألاقي كاتب لي قلة يارا هم متخيلوا إن قلة يارا جزء من الحل وما حضرش ولا سمع ولا شاف خلاص دي اللي تقري تاني ان هو ده الحل طبعا ده بتجيبه كام على طول اف ياخد اف على طول صاحب بقى مكان المسائل الثانيه لان انا طلبت الاندر جرادد دول لابد ان يتعلم النظام من اول سنه ولابد ان يتعلم الحضور عكس بنات زي ما انت عايز بس احضر محاضره هو البنات هتطفش هتحكي طبعا المحاضره عكسها قبل المحاضرة محلاش المعاكسة اللي ايه كلنا يا عمدة ولازم دلوقتي في سبعات المحاضرة تقول حسنة رابعة تلاقي نصهم واقف على باب اللي ايه الكلية باب المعهد من بره يشقطوا تقول حسنة اقول يضحكوا عليه هنتجوزك والبنات بتسكت المصيبة ان البنت بتسكت تلاقي بتاع سنة رابعة بقى تقول سنة شهرين ثلاثة ويتخرج وانا بقى صاحب عليه من دلوقتي فهي اتجوزت عمر ما هيتجوز احنا شعب ثقافته مريض بقى يقول لك مشيت مع بنت يبقى ما اتجوزهاش بره بيمشي مع البنت ثلاث سنين وبيتجوزها بره هم متجوزين الثلاث سنين الاول والله بجد يقول لك ليه بنت كده هم هناك يعني اما بيجي يصنف في المارتال ستيتس يقول لك سنجل مارت يعني ارمل ومنها ليه بنت كده ده في الورق الرسمي يعني عايشين مع بعض وهم مش متجوزين ولا مخلفين وبعدين ايه خلاص عجبنا بعض وبقى احنا عارفين بعض حلو اكتشفنا ان احنا نصر لبعض وهم متجوزين بقى رسمي تلاقي واخد ولاد الثلاثه ساحبهم على الكنيسه وطالع رايح يتجوز السيرموني بتاع الجواز طب احنا هنا ثقافتنا مريضه ايوه بدليل لا مش حاجات كويس وحش ثقافه مريضه ان مش معنى انك انت يا سوري يعني عرفت بنت انها سيئه من انت ده انت اللي تحط عليك تسيبها في الاخر وكل ما اتجوزت اصلها بقى ما دام مشيت معايا يبقى هتمشي مع غيري هذا ليس شرط احنا بقى اول ما رحنا الدكتوراه
كنا معاه كان عندنا الاندرستاندنج في المصريين وهم تخيل ان البنات قاعدين متصففين بالبطارات والبتاع مستنيين المصريين ايه؟ مصر فين يا عم؟ ده الوادي الامريكاني يفصل ثلاثه منك واحلى منك واشيك منك وكل حاجه. واحنا عندنا الغرور المصريين مصر مصر لان احنا بنغني نقول المصريين اهم ودليل بقى. وبعدين ايه بقى؟ بص تلاقي البنت خارجه معاك من الكلاس من المحاضره وهي خارجه معاك من المحاضره انت رايح اللايف اللايف على بعد كيلو ولا حاجه هي ماشيه معاك الفتره دي المصري اعتقد بس مش معايا بقى ده ايه؟ هنحب بعض على باب على باب اللايبرري المكتبه تلاقي البوي فريند بتاعها واقف يستلمها. احنا عندنا الاندرستاندنج الغلط ده بدليل ان عمرو دياب بيغني ضحكت يبقى قلبها مات. مين اللي مين قال ان الواحد يبقى قلبها مات؟ ما برضه ايه؟ وممنوع انها تضحك؟ طب انت كل البنات في امريكا تضحك وكلهم بيقابلكوا الصبح هاي وجاي وبتاع ولا تعرفك ولا شكلك ولا هتعرفه تاني. لا وفي الاخر يطلع علينا نيكوتين. اي نعم بقى فين بينا بتاعك يا سم وكدم. يعني ما بتقولش لا يا سم ولا يا دم. لكن يا نرجع بقى تاني ده عايزين نعمل ده. تعرفوا تعملوها في البيت؟ اه. نخليها كويس وتسلموه؟ ماشي. كمان واحدة بقى. واحدة كده هي كفاية واحدة واللي بعديه اكس بنت اب تو اند انكلودنج يعني بما فيه انكلود ذا تير اللي هو الحد وتقول على ان اكس بنت بتاع مين يا خالد؟ بتاع واحد على واحد ناقص اكس. طب مين شاطر يقول الجواب على طول؟ يعني كم الجواب؟ واحد ناقص لسه قايلينها واحد ناقص 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 واحد قال لي اكس بان وقال لي واحد على الجذر التربيعي لاربعة ناقص اكس تربيع كمان. يلا يا حبيبي هقوم اعمل ايه انا؟ الاربعه اللي احنا عايزينها كام؟ الله اكبر تطلع بره الجذر بكام؟ اثنين باثنين يبقى انت اول حاجه تقول واحد على اثنين وهنا الجذر التربيع اكتب ايه جوه؟ ناقص كام؟ ناقص اكس تربيع على كام؟ على كام؟ اثنين على اربعه احنا الاربعة ليه مش تحت الجذر؟ تطلع بره الجذر بكام؟ ما هو جذر تربيع الاربعة؟ طب هي مسؤولة في الجذر لما تطلع بره تطلع اثنين لكن وهي جوه بنقسم على كام؟ على اربعة. اقوم اعيد صيغة بعض الطلبة النص ده يجرف تب نص وبعدين نروح نطلع دي بقى فوق بقت واحد ناقص اكس تربيع على اربعة اس سالب كام؟ ثلاث نص مظبوط؟ هنا المرة دي الان هيحل محلها كام؟ نص 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 ان ومكان الاكس يحل محلها كام؟ سالب اه ده مكان الاكس والباقي ليفت وذا ريت الاربعة معلش تاني نعم ما هو الجزء التربيعي الاربعة؟ يطلع بره باثنين لو قلت لك جذر 16 تطلع بره بكام؟ لو انا بقول لك جذر 4 مضروبه في 1 زائد اكس عايز تطلع الاربعه دي بره هتطلع بكام؟ 2 خلاص خرج انما لو كانت جذر تربيعي ل 4 زائد اكس طب انت لما تطلع الاربعه دي انت اصلا قبل ما تطلعها كان المفروض تكتبها كده يا سعد باشا انا فاهم سؤال ادي جذر 4 زائد اكس معايا حضرتك؟ اه اللي اكتبها الجذر التربيع خد اربعه انكم ولسه الجذر موجود هيستنى واحد زائد كام؟ مظبوط لو طلع الاربعه دي بقى بره هتبقى ده الخطوتين اللي انا عملتها
طيب اخر حاجه بقى ويخلص الدرس ده خالص. سمعنا عن حاجه اسمها البارشال فراكشن. واحد ليه درسنا البارشال فراكشن؟ مش درسناه عشان هنصور جنب ولا عشان نحسب الفيديوز. سببين في الرياضه كلها من اولها لاخرها الناس طلعت البارشال فراكشن عشان سبب منهم الانتجريشن. ولسه انا نحن لما اجي نعمل انتجريشن لحاجات معينه تكامل يعني هتستخدم فيها البارشال فراكشن. السبب الاخر هو الباينوميال اكسبانشن. يعني واحد بيقول لي عنده حاجه كده يا شباب هو عنده مثلا 2 ناقص اكس وبعدين هنا قال لي 1 زائد اكس. عايز ايه يا عم؟ قال لي انا عايز اجيب معامل اكس تربيع في المفقود بتاع ده. عايز يمسك اكسبريشن زي ده وقال لي فايند ذا كوفيشنت. كوفيشنت يعني المعامل كوفيشنت of mean x squared in this here للدم ده. طب ده ذات الحدين تنطبق عليه؟ ذات الحدين يعني قوس في كم حد جوه؟ 2 وعليه اس دول ينفعوا؟ لا ده ما ينفعش. فالاول اعمل ايه؟ اقلب بارشال فراكشن سوليوشن صح كده معايا؟ قولوا لي بقى انت 1 على 2 ناقص اكس ده في 1 زائد اكس كده هعمله بالبارشال فراكشن. ايه ينفع بارشال فراكشن؟ قولوا لي هيفرق كام كسر ده؟ 2 كسر ايه؟ الكسر الاول 2 ناقص اكس والكسر الثاني 1 زائد اكس. اطلع اللي هنا ده ازاي؟ هنجيب اول حاجه اللي حط الاكس بكام؟ ب 2 واخبيه يطلع كام؟ 1 3 ثاني 1 ده اللي يخلي ده صفر كام؟ سالب 1 اخبيه و2 سالب 1 ثلاثة في المقام والبسط جامد يبقى ده برضه 1 على 3. الآن يا سيدي اكتبها بقى كده 3 1 على 3 اقول لفوق بس انا هكتب ده 2 ناقص اكس اس سالب 1 تزعل؟ واللي جنبه 1 على 3 في 1 زائد اكس اس سالب اقدر اطبق على ده ذات الحدين ولا لا؟ واقدر اطبق على ده ذات الحدين ولا لا؟ الحال الاول ما كنتش اضرب. يبقى اكتب ده ذات الحدين لحد ما اكس سكوير اللي هم اول ثلاث حدود. واجي اكتب في ده اول ثلاث حدود وبعدين اشوف النتيجه. هنكمل دي مع بعض. يلا يا سيدي امسك ده. 2 ناقص اكس اس سالب 1 مين يقول لي اصلحها ازاي؟ عايز تصليح حاجتين. هل هنا في واحد؟ لا. يبقى اطلع مين بره؟ يطلع مين؟ 2 اس سالب 1. اوعى لما تطلع ده ما تنسى ان هو كان مفروض له سالب 1. ما هي 2 اس سالب 1؟ نص. نص بقى عندي نص بقى. هو مين؟ 1 ناقص اكس على مين؟ على 2 اس سالب اقدر اكتب هذا نصف. افتح قوس حافظين له قاعده. ها اول حد كام؟ اللي بعده كام؟ اكس على 2 اللي بعده كام؟ اكس على 2 الكل جنبيها شرط مودلس اكس على 2 اقل من 1. تكرار يعلم ايه؟ الشطار. احنا عملنا دي ما تيجي نعمل دي. طب دي حافظينها برضه. مين هيملها لي؟ مين هيملي لي دي؟ 1 زائد اكس اس سالب 1 ها؟ 1 سالب اكس موجب اكس سالب مين؟ سالب 3 نقاط ومودلس اكس اقل من كام؟ بص انا مش فاضي مره اهو ماليش دعوه بيك. انا اخدت نص الاثنين دي بره. طلع الاثنين اس سالب كام؟ اللي هي نص. هقسم الكل اللي جوه على اثنين. مش خدت الاثنين مشترك؟ يبقى الاثنين مكانها كام؟ 1 مكان الاكس؟ انسى ده مؤقت. اكتب لي المفكوك بتاع ده هو ده صح؟ ما دام ده سالب وده سالب واحد بالتحديد قلنا جميع الحدود موجبه وكل معاملاتها في حاجه يبقى اكس على 2 1 اكس على 2 تربيع 1 كل معاملاتها خلاص؟ لا
ولسه ده يعني انا مش راجع للتلت انا مسكت دي بس واشتغل عليه وانا ارجع للصدر ده ماشي انا لا اتعامل مع التلت ولا التلت انا بتعامل مع الكل اطبع عليه المعلومات اللي انا اتعلمتها فطلع كده مظبوط حضرتك لو ده النص ده خلاص طيب نروح للتانية بقى التانية كانت واحد زائد اكس اللي هي دي السالب واحد صح يطلع كده يلا باك بقى للايه للاكسبريشن بتاعي الاكسبريشن بتاعي اللي هو المقدار اللي انا كنت شغال عليه كان عندي تلت بره حضرتك مظبوط تلت هنضرب في كام في نص هاخد ده غش صح معايا ولا لا يبقى هنضرب في نص ونفتح له كوس جواه واحد زائد اكس على اثنين زائد اكس على اثنين لكل تربيع زائد للقطع طيب زائد تلت مفيش نص بقى المره دي في نص يبقى هيضرب في كام بقى حضرتك واحد ها زائد سالب سالب اكس زائد اكس تربيع كفايه زائد ثلاث نقاط او ماينس ثلاث نقاط يلا سمبليفاي اكتر بنت في نص الكام دخل جوه القوس واحد على سته مظبوط زائد واحد على سته في اتنين واحد على اتناشر اكس ده اكس تربيع على اربعه اربعه وسته تحت بره باربعه وعشرين ما زائد اكس تربيع على اربعه وعشرين زائد نقاط خلصنا منها فك القوس هنا بنت في واحد بتلت زود تلت انقص تلت الاكس اجمع تلت اكس تربيع اكس تربيع على ثلاثة ثم وهكذا طب يلا قاد هو تلت وسدس يطلعوا كام؟ التلت واحد على 12 وناقص 4 على 12 ما هو التلت ب 4 على 12 ما انت متابعين ولا لا؟ ناقص 4 على 12 وزائد 1 على 12 بناقص 3 على 12 اكس واحد على 24 لو خليت 24 يبقى 8 8 1 9 يبقى زائد 9 على 24 اكس تربيع خلصنا وعايز يمشي لغايه اكس تربيع سمبليفاي فيرد يبقى نصف ناقص ربع اكس زائد 3 على 8 اكس تربيع هو كان عايز مين؟ معامل اكس تربيع كام الجواب؟ This is the final answer. كله والله معامل اكس تربيع هو 3 على 8. اخر جمله هقولها والباقي انصراف. حاضر يا بيه حاضر والله هرفعها وكل حاجه ما تقلقش بس انا اديني تشانس اقول حاجه صغيره وبعدين ارجع بيه ده. هو اول سطر كان الشرط عليه ايه؟ كان عليه الشرط ان الاكس على 2 اقل من كام؟ وتاني شرط كان ايه؟ مودرس اكس اقل هيكليم ان ده اقدر اكتبه ان المودرس اكس نفسه اقل من 2 صح؟ اضرب الاثنين في 2 وده هيستنى ده اهو مودرس اكس اقل من 1 طب مين يجوب التاني؟ لو كانت اقل من 1 تبقى اوتوماتيكال اقل من 2 ولا لا؟ فهذا يجوب بهذا يبقى البشطب الاثنين دول مع بعض كده واكتب شرط واحد فقط وهو ان المودرس اكس اقل من ايه؟ لان مودرس اكس اقل من واحد يجب ان مودرس اكس اقل من اثنين ما هو ده انا يعني المكسبه اقل من جنيه اقل من 2 جنيه خلاص هتوقف من ده النقطه اسال سؤالك بقى عايز الورقه دي بقى يتلمك تاني لا انت معانا الصدر ده طيب يلا بص الصدر ده جاي من الخوز ده حضرتك نص التلت بكام واحد واحد اثنين ثلاثة ستة واحد على ستة هيتضرب واحد على ستة ده في القوس واحد على ستة في واحد واحد على ستة في نص واحد على 12 مش كله في المقام في الاكس وده بيدينا اربعة في المقام كان في ستة هنا يبقى الجواب أربعة وإيه؟ 24 نفس الشيء ده بس ده تضرب كله بتلت خلاص يبقى أنت مصدق ده ومصدق ده صح؟ تعالى نجمع بقى سدس وتلت أنا بحسبها في راسي إن المقام كله ستة
الدول باثنين على ستة. كتير ولا لا؟ واحد على ستة. ثلاثة على ستة. ثلاثة على ستة بنص ولا لا؟ نيجي لده. خليها كلها 12. التلت كانها 4 على 12. يبقى خسارة 4. ومكسب 1. يبقى خسارة 3 ايه؟ على 12. خسارة 3 على 12. اللي بعد. خليها كلها 24. حضر الناس كام؟ 8. طب هفيد فوق 8. 8 1. يبقى 9 على 12. طيب عايزين نقول بس ملاحظة أخيرة. محدش ياخد الكتاب من غير المصدر الرئيسي اللي هو أنا أو سمير اللي بره أو رجل الطول اللي اسمه عاشق فقط. محدش ياخد الكتاب من أي مصدر كائنا من كان. كتاب يتاخد من منبعه. خلاص يا حضرات يلا سلام.